أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. في حلقة هذا الأسبوع سنناقش موضوعين يمس حياة المواطن اليمني بشكل يومي. المحور الأول لهذه الحلقة سيكون حول أبرز الصعوبات التي يواجهها المواطن اليمني الراغب بالسفر من وإلى خارج البلاد. لماذا يتم التعامل بشكل مختلف مع المسافر اليمني في مطارات العالم؟ في المحور الثاني سنناقش أيضا في المحور الأول سنناقش غياب دور الحكومة في تذليل هذه الصعوبة. أما في المحور الثاني فسنناقش الانعكاسات النفسية للحرب وتأثيرها على المجتمع. سنحاول من خلال هذا المحور التطرق إلى أبرز التأثيرات النفسية للحرب على المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، كما سنناقش آثارها المستقبلية على المجتمع وما الممكن تقديمه للحد من هذه التأثيرات. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في موضوعي هذه الحلقة، نذهب لمشاهدة التقرير التالي والذي أعده الزميل عمر النهمي عن الموضوع الأول في هذه الحلقة. حامل هذا الجواز لا تذلل له الصعوبات عند مروره بالمطارات كما هو مكتوب في الصفحة الأولى منه، بل يذل المواطن اليمني الراغب بالسفر إلى إحدى دول الخارج بغرض العلاج بالتأكيد لا بغرض السياحة. تبدأ معاناة المواطن اليمني منذ التفكير بالسفر بداية من الحصول على تكاليفه الباهظة، ثم الحصول على جواز سفر والذي يستغرقه أسابيع، ثم يأتي بعد ذلك الحصول على تأشيرة دخول للدولة المنشودة، مع العلم أن كل دول العالم تمنع دخول اليمنيين إلى أراضيها إلا بتأشيرة. هذه التأشيرات أيضا لا يتم الحصول عليها إلا بشق الأنفس. المملكة الأردنية مثلا، والتي يقصدها أغلب اليمنيين لغرض العلاج، تشترط للحصول على تأشيرة الدخول أن يكون خاليا من الأمراض، وكأنه يريد دخولها بغرض السياحة لا بغرض العلاج الذي لا توفره بلاده. دولة مصر أيضا التي يقصدها اليمنيون للعلاج أيضا كانت تسمح للمواطنين اليمنيين بالدخول عبر مطار القاهرة لمن يملكون تصاريح طبية، لكن السلطات المصرية مؤخرا اتخذت إجراءات جديدة تتضمن ضرورة حصول الفئات العمرية من 16 إلى 50 عاماً على تأشيرة دخول مسبقة من سفاراتها وقنصلياتها بالخارج. الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الخارجية والسفارات اليمنية في هذه الدول تقف أمام معاناة أبنائها وتعنت المطارات بحقهم مكتوفة الأيدي، ليبقى المواطن اليمني عالقاً بين صرخة وجعه وصمت حكومته. إذن كان هذا التقرير حول الموضوع الأول، حول الصعوبات التي تواجه اليمنيين الراغبين بالسفر من وإلى خارج البلاد. لدينا اتصال الأخ سليم من روسيا. أهلا بك سليم. حياكم الله. سليم، باعتقادك اليوم ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه اليمني الراغب بالسفر؟ طبعا صعوبات كثيرة جدا إذا ما لخصناها، أو فيما يخص الطلاب تحديدا. الطلاب اليمنيين طبعا كل الدول أغلقت الأبواب وجوههم، كان آخر دولة هي دولة السودان اللي اتخذت قرار منع اليمنيين إلا فيزا مسبقة. للأسف الشديد هو كان المتنفس الأخير لدى الطلاب، وخاصة بروسيا، لأن الوضع في روسيا والقانون الروسي بين فترة وأخرى يطلب من الطالب أن المغادرة والعودة بدعوة جديدة وتغيير بيانات الفيزا حتى تكون فيزا جديدة. فأول مشكلة يتعرض لها الطالب هو الوجهة الذي لا بد من المغادرة إليها. فمثلا مصر من المستحيل، بالنسبة للأردن أيضا وضعها مشابه لمصر. كانت السودان أغلقت الآن وجوهها، الآن لا توجد أي دولة. بالنسبة لسلطنة عمان مثلا هي تسمح وتمنح فيزا عبور فقط لفترة لا تتعدى أسبوع، يعني فيزا عبور عبرها من اليمن إلى الخارج ومن الخارج إلى اليمن فقط. في دولة أخرى بالنسبة للطالب في روسيا، الآن يتجه الطالب في روسيا إلى دولة أرمينيا، هي دولة رخيصة وقريبة من روسيا، ولكن للأسف الشديد هناك الصعوبة يجدها باللغة، صعوبة التفاهم، هناك لغة أخرى غير الروسية وغير العربية. إذا ما استعرضنا أيضا دور السفارة للطالب، يعني يعرف الجميع أن هناك تأخر طويل في صرف المستحقات، وغالبا الوضع المادي للطالب صعب جدا. فعندما يطلب منه المغادرة فأول مشكلة يتعرض لها هو
تكاليف السفر والتنقل من دولة إلى أخرى. وللأسف الشديد السفارة في هذا الجانب يعني تمنع منح أي سلفة لأي طالب مهما كانت الحاجة ماسة. فهذه يعني الجانب الرسمي، إهمال الجانب الرسمي في هذا الجانب. أيضا إذا استعرضنا الترانزيت عفوا، الترانزيت لأي يمني طبعا ممنوع عبر دول أوروبية أو ما شابه، بسبب أنه هناك حجاج طلب اللجوء وغيره. فأذكر طلاب أوقفوهم في مدارات موسكو ولفترة طويلة بسبب أن تذاكرهم كانت عبر بلجيكا. أشكرك سليم، أنت ربما وضعتنا في صورة معاناة ربما لم يكن مسلط عليها الضوء. أشكرك سليم، ربما لفئة من المجتمع وهم الطلاب، وفي بعض الدول ولها بعض الاشتراطات، وربما بسبب هذه الأزمة لها تداعيات على هؤلاء الطلاب. اتصال آخر، الأخ محمد من المملكة العربية السعودية. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا محمد، هل لك يعني تجربة مع أزمة منع اليمنيين من السفر والظروف الحالية التي باتت ربما تعيق سهولة تحركهم من وإلى خارج البلاد؟ أخي كريم، بالنسبة للصعوبات التي تواجه المواطن اليمني، كلنا يعلم كمية الصعوبات الهائلة والتأثيرات النفسية الناتجة عنها. فمنها مثلا التفتيش الدقيق في المطارات والمنافذ التي يمر منها لمجرد رؤية الجواز اليمني بيد حامل هذا الجواز، يعني يتم تفتيشه تفتيش دقيق. أيضا هذه أساليب وغيرها، طبعا أنا في اعتقادي ومن أنا سأناقش من وجهة نظري البسيطة، أن هذه النظرة التي ينظر بها للمواطن اليمني يتحملها أولا وفي الأساس الإعلام القديم الذي كان يصور للعالم أن اليمن بؤرة للإرهابيين ومكان تواجد تنظيم القاعدة وغيرها من الأمور التي كانت أو كان يتعمد الإعلام توصيل صورة مشوهة عن المواطن اليمني لغرض ابتزاز القوى الكبرى لتقديم الدعم لليمن. طبعا كما كلنا يعرف هذه الأساليب القذرة التي كانت تستخدم من قبل. أيضا صعوبات نفسية تتمثل مثلا في طول الرحلة، خصوصا إذا كان أو كانت جوا، فعلى سبيل المثال إذا كان المواطن اليمني مسافرا للعلاج في إحدى الدول فلا بد من إصدار تأشيرة كما أسلفت أيضا أنت في التقرير الأول، أيضا أسلف الأخ المتصل القبلي. وهذه التأشيرة ليس بالأمر السهل إصدارها، توقف أيضا بعدة مطارات لغرض التفتيش وغيرها من التي قد تجعل المريض يغادر الحياة، كما حصل في مطار الملكة عليا قبل حوالي شهر أو شهر نصف لمرض يمني كان مسافرا إلى الهند. احتجزت السلطات الأردنية بتهمة الاشتباه به، فلم يتحمل ومات بالمطار. وهذه هي من أيضا من الصعوبات الكبيرة التي تواجه خصوصا المواطن اليمني. كلنا يعلم الولايات المتحدة الأمريكية استثنت اليمن من دخول أراضيها، جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة عقدت الأمور أيضا، ولا بد من حمل أو إصدار تأشيرة من مواطن اليمني لدخول أراضيها. أيضا كما نسمع ونشاهد أيضا العالقين بمصر وجيبوتي والهند مختلف أنحاء العالم للأسف الشديد لم تتحرك الخارجية ولا سفارات لإنقاذهم أو سفارتهم، الله أعلم بحالهم أو كيف يعيشون. في الأخير يجب على الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية والسفارات التابعة لها أن يقوموا بعملهم المنوط بهم على أكمل وجه، وأن يتقوا الله في هذا المواطن الغلبان المواطن المسكين، وأن يرتقوا بالعمل الدبلوماسي ويوصلوا رسالة صحيحة وصافية عن اليمن والمواطن اليمني المضياف، وأيضا على وزارة الإعلام وأنتم أيضا في قناة القصة الحرة، هذه القناة الجميلة، القناة التي دائما تتلمس هموم المواطن اليمني وتعرضه للعالم العالمي، أيضا تكثيف البرامج التي تعكس الصورة الجميلة لليمن والمواطن اليمني. وجزاكم الله خير الجزاء على يعني على اهتمامكم بالجوانب أو بالمشاكل البسيطة، المشاكل التي المعقدة التي لا تستطيع الحكومة حلها. فأنتم كفيتم ووفيتم، نشكركم في قناة بلقيس، قناة مميزة وبرامج مميزة. شكرا لكم.
شكرا لك محمد من المملكة العربية السعودية. حول الموضوع أيضا وصلتنا بعض المشاركات من خلال الواتساب نستعرضها معكم. المعاناة التي يواجهها المسافر اليمني في الداخل ومعاناة لا تحصى ولا تعد، خصوصا في المطارات التي تحت سيطرة قوة الشرعية، من عدم انتظام الرحلات، من عدم السماح للمسافرين بالدخول إلى صالة المغادرة، يتم منعهم من دخول المطار من أصله، كذلك يبيتون ويمسونها بالعراء بالشمس والحر. هذه وكذلك لا يوجد أي انتظام لهذه الرحلات. ومن المعاناة التي يواجهها برضو المسافر اليمني خلال هذه الظروف الصعبة في المطارات الخارجية هي من الفرز العنصري التي يواجهها لمجرد أنه يمني، يتم احتجازهم بصالات 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 لوحدهم دون المسافرين، يتم التعامل معهم بعنصرية ولا إنسانية لمجرد أنهم يمني. بصراحة المسافر اليمني أكثر من غيره من يتعرض لمعاناة السفر، سواء كان لغرض التعليم أو لغرض العمل أو لغرض العلاج أو لأي غرض آخر. وأعتقد أن المسافر اليمني هو الوحيد الذي يواجه أثناء سفره خط من العذاب والمعاناة والمشقات، حتى أن يصل إلى المكان المراد به يتعرض لصعوبات إجراءات المعاملة التي لا تتفق مع العرف المتعامل فيه، إضافة إلى الصعوبات والمشقات التي يواجهونها في كثير من الدول. ولا يخفى على أحد ماذا حصل للمسافرين اليمنيين العالقين في ماليزيا وفي جيبوتي، حيث أنهم لم يستطيعوا السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنهم فائزين باللوتر الأمريكي، ومنهم من لهم أقارب هناك، إلا أنهم تفاجأوا. إذن كانت هذه بعض المشاركات من خلال الواتساب حول ذات الموضوع، أبرز الصعوبات التي يواجه الراغبون بالسفر إلى الخارج. لدينا اتصال أخ محمد الأديمي، أهلا بك محمد. مرحبا سامي. محمد، هل لك تجربة مع موضوع السفر؟ باعتقادك ما هي أبرز الصعوبات التي يواجه اليوم الراغبون بالسفر؟ المعاناة المشتركة بيننا نحن الطلاب والمرضى والمسافرين المتقدمون من وإلى اليمن وإلى جميع الدول بشكل خاص هو إغلاق المنافذ البرية والمطارات، مما يجبرنا بتكبد السفر لأيام وأسابيع، وأحيانا ننتظر في الشوارع وأمام المنافذ البرية للحصول على تأشيرة عبور، يعني ناهيك عن المستفيدون والاستغلاليون في النقاط العسكرية والمنافذ البرية، بالإضافة إلى ارتفاع الجنوني لأسعار التذاكر الطيران. طبعا من أكبر المعوقات عني أنا شخصيا اللي أعاني منها ويعني وأعيد التكرار هي عدم وجود سفارات الدول الأجنبية في اليمن أو الممثلين لها، بالإضافة إلى عدم وجود تسهيلات في السفارة اليمنيين. يعني إحنا كطلاب للأمانة نواجه صعوبات في المعاملات من قبل سفارات الدول الأجنبية، كوننا لا نمتلك أي إقامات، فقط إقامة لفترة قصيرة للعبور أو ما شابه. يعني على سبيل المثال أنا أريد التقديم إلى تركيا أو إلى الهند، عندي خيارات بسيطة هي دخولي إلى مسقط أو إلى الأردن أو إلى ماليزيا، وأحيانا الطالب يبقى هناك لما يزيد عن الأسابيع والأشهر ينتظر الفيزا سواء يقابله بالقبول أو الرفض. ليش التعنت هذا من قبل المسؤولين؟ ما فيش أي تنسيق ما بين السفارات بحيث تسهيل لليمنيين، يعني كطلاب الطالب يسافر إلى الخارج لا يمتلك إلا قيمة التذكرة. يعني أناشد طيب، مش يفترض يا محمد أن الطالب هذا ذاهب للدراسة وقد أموره مرتبة، منحة من الدولة والتسهيلات موضوع الفيزا والتأشيرة جاهزة؟ الدولة يعني الدولة هي لا تصرف منحها، خلاص موضوع المنح هذا انتهى تماما. الطالب يتكبد مصاريف السفر والدراسة يعني كأمر شخصي. ها قصدك من يذهبوا للدراسة في الخارج على حسابهم الخاص؟ أيوة على حسابهم الشخصي. للأمانة لم نلمس أي تحرك أو تسهيلات من قبل الحكومة لمخاطبة السفارات الدول الأجنبية لتسهيل. طيب من يدرس على حسابه الخاص لا يفترض أنه يكون نسق مع جامعة وأرسل لهم أوراق وأتاه القبول من هذه الجامعة في ذلك البلد ومرفق بكل أوراق القبول التأشيرة؟
هو بالضبط يا أستاذ سامي، لكن في الغالب نقضي الأسابيع والشهور بانتظار التأشيرة، وأوقات يوصلنا القبول أو الرفض بسبب يعني أنت يمني ما فيش معانا تنسيق بينك وبين السفارة، والضغط على السفارات. أحيانا الطالب يسافر عدة دول ليختار الدولة التي يقبل فيها. أنا كطالب كنت في الهند، قدمت من هناك حصلت على رفض، قدمت من السعودية حصلت على رفض. الآن أنا أكلمك وأنا في مسقط، قدمت قبل حوالي أسبوع، والمعاناة الأكبر إن أنا حصلت على فترة عبور لخمسة أيام، والمعاملة في السفارة التركية يجب الانتظار لأكثر من ثلاثة أسابيع. أنا قبل يومين تحركت مسافة 1600 كيلو إلى المعبر الحدودي مع اليمن عشان أخرج فقط وأرجع بإقامة جديدة لخمسة أيام، وإذا ما قبلت مرة ثانية بأخرج وأرجع، يعني أنا رايح راجع حوالي 3200 كيلو ما بين كل خمسة أيام. إذا ما فيش يعني تنسيق ما بين السفارة، أنا أناشد الحكومة أو من يمثلها هذا إذا كانت في حكومة بمخاطبة السفارة الأجنبية باستيعاب الطلاب اليمنيين وتسهيل معاملاتهم. هذا كل الذي نريد نحن كطلاب، لا أقل ولا أكثر. أشكرك جزيلا محمد لأنك شاركتنا تجربتك، شكرا جزيلا لك. اتصال آخر، الأخ علي، أهلا بك علي. مرحبا، أهلا وسهلا أخ سامي. أهلا بك علي. تعتقد يا علي لماذا كل هذه الدول الآن باتت تمنع اليمنيين من الدخول إليها وتصعب عليهم السفر؟ طبعا أولا دعنا نتحدث عن العوائق الذي يواجهها المواطن اليمني منذ أن تنشأ لديه فكرة السفر إلى الخارج بغرض الدراسة أو العمل أو العلاج. تتمثل تلك العوائق بالعائق المادي الذي يترتب عن مستوى دخل الفرد، والعائق النظامي والحكومي الذي متمثل في الإجراءات المعقدة من أجل استخراج جواز سفر واستكمال تأشيرة الجواز. فهذه العوائق الداخلية يواجهها أي مواطن يمني تنشأ لديه فكرة السفر إلى الخارج. أما المعيقات الخارجية التي في ناتجة عن المحافظة الحزبية في السلف الدبلوماسي، نتج عنها الكثير من التعقيدات في الإجراءات الداخلية لتلك البلدان المراد السفر إليها. فكل الإجراءات والتعقيدات التي يواجهها اليوم المواطن اليمني في شتى بلدان العالم هي ناتجة عن تلك الفشل في التعيينات في السلف الدبلوماسي. فمعظم السفراء والدبلوماسيون لا يرقون إلى مستوى الفهم والإدراك الذي يمكنهم من أداء واجباتهم اتجاه الوطن. فمعظمهم يعمل كمندوب حزبي فقط لا غير في بلد ما. فمعظم المشاكل التي تواجه المواطن اليمني سواء كان طالب أو زائر أو سائح أو أي كان هدف الزيارة هي تترتب على سوء التمثيل الدبلوماسي للاستفارات في بلدان شتى من العالم. طيب هذه بالنسبة للعوائق. نعم. طيب باعتقادك هذه الصعوبات كيف يمكن معالجتها؟ برأيك ما الحل؟ الحل في معالجة هذه العوائق هو من خلال تعيينات الكفاءات والمؤهلين في السلك الدبلوماسي، وعدم التعيينات الحزبية. يعني معظم السفراء والدبلوماسيين تعييناتهم كانت حزبية من منطلق المحافظة الحزبية، فلا يوجد كفاءات فيهم ولا يعرفون ايش هو دورهم تجاه المواطن اليمني. فنحن يوم نرى مواطن في مطار عمان يتعرض للإهانة والبذلة، تنتشر المعلومات عن طريق شبكات التواصل دون اي تفاعل من الحكومة اليمنية في تلك البلدان، ومرة في مصر ومرة في ليبيا وأخرى. آخر قبل أسبوعين توفى طالب بحالة غامضة في روسيا ولم نسمع أي كلام من البعثات الدبلوماسية. هذا دليل أن البعثات الدبلوماسية بشكل عام لا يعرفون دورهم الأساسي لخدمة الوطن، فهم مجرد مندوبين حزبيين لدى تلك البلدان. أشكرك جزيلا علي من السعودية. عن ذات الموضوع أيضا طرحنا سؤال من خلال الفيسبوك، نستعرض لكم بعض التعليقات والمشاركات. الأخ إبراهيم يقول أولا تصير تقطع بطاقة ويقول لك ما فيش بطايق، وبعد الجواز ما يطلع إلا بعد طلوع النفس، وبعدين عامل وهات رشوات والفلوس مش موجودة. غدير
عادني ما قد سافرت، بس يقول انه عند الوصول بيكون في تفتيشات كثيرة عشان احنا يمنيين. لطيفة غدير هذه. عمر النهاري يقول احيانا السفر للمطار في سيون والانتظار للطيارة حتى تأتي كلفك اكثر بعدة مرات من قيمة تذكرة الطيران. معظم المرضى يفضل الموت على ان يفكر ان يسافر خارج اليمن لصعوبة التنقل بين المدن وعدم توفر رحلات باستمرار. حسين في جيبوتي مثلا اجبار كل المسافرين على البقاء في مخيمات النازحين حتى وان كانوا يعني سيقومون بعملية المرور من جيبوتي ترانسفير ترانزيت يقصد، يتم احتجازهم لايام في سجن الميناء حتى ياتي السفير اليمني يعرف بهم. كثير طلاب تاخروا عن مواعيد رحلاتهم بسبب تاخيرهم في هنجر داخل الميناء شبيه بالسجن. نبيل يقول ابرز صعوبات هو غياب المؤهلات والخبرات، ومن لديه خبرات تقف اللغه عائق له خاصه الانجليزي، وهذا يرجع لاسباب تدني جوده التعليم وعدم الاهتمام بتاهيل في المعاهد الفنيه. إذن الآن ننتقل إلى الموضوع الثاني في هذه الحلقة، سنناقش فيه تأثيرات الحرب النفسية على جميع فئات المجتمع، وأذكر بأنه بإمكانكم المشاركة معنا من خلال اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة. لدينا اتصال. الأخ نبيل الشرعبي الزميل الصحفي، أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا بك أستاذ ثاني. أستاذ نبيل، يعني كيف يمكن أن نجمل أبرز التأثيرات النفسية للحرب اليوم على اليمنيين؟ أنا سأتناول هنا في هذا الموضوع ما يخص الأطفال. التأثيرات النفسية للحرب سواء المباشرة أو غير المباشرة على الأطفال وبالذات الواقعين على خطوط الصراع مكلفة جدا للغاية، والجميع لا يلتفت إليها. لنتخيل بأن بعد 20 إلى 30 سنة سيصبح هؤلاء الأطفال هم المعنيين بإدارة البلد، وهذه الشريحة عندما يقل إليها عن إدارة البلد ستكون معاقة ذهنيا وفكريا. يعني كيف يتم إدارة البلد بفئة معاقة؟ هنا إشكالية كبيرة جدا لابد من التنبه إليها. ربما إعادة كلفة تأهيل الأطفال أكثر من إعادة تأهيل كلفة الحرب بشكل عام لما دمرت في الحرب. الجميع هنا لا يتنبه إلى هذه المشكلة، مع أنها مشكلة كبيرة جدا وبدأت بدون برزت الآن مظاهر كبيرة جدا، تحول أطفال عدائيين، أطفال عديم الثقة بأنفسهم، نزعوا الثقة أيضا من المجتمع، أصبحوا ينظروا للمجتمع بأنه قاتل. هذه كلها عوامل يجب أن نتنبه إليها، عوامل نفسية تتربى مع الطفل إلى أن ينتقل إلى مرحلة أخرى ويصبح معه أنهم يعيشوا عقد نفسية كبيرة جدا. مظاهر الأطفال كانت تعبهم في السابق حول مباني صغيرة، يشكلون مباني صغيرة، يلعبون ألعاب صغيرة، ميادين صغيرة يشكلوها. الآن أصبحت لعبهم تمثل في السلاح. هذه عملية أو ظاهرة ليست بالسهلة. ستنتقل هذه العملية مع الأطفال إلى المستقبل. سيصبح هذا الجيل كما ذكرنا في السابق معاق ذهنيا، بنفس الوقت جيل آخر هو جيل ابتدائي. هذا الجيل كيف سنعول عليه في البناء وهو لا يفكر بغير ثقافة السلاح؟ على منظمة المجتمع الدولي كاملة، منظمة المجتمع المحلي، أن تتنبه إلى هذه الظاهرة وتخصص موازنات لإعادة تأهيل الأطفال وبالذات الواقعين على خطوط الحرب والذين يقدرون بحوالي ما يقارب 3 مليون طفل، ناهيك عن 7 إلى 8 ملايين طفل آخرين هذم يعيشون نفس المأساة. الآن الأطفال الذين فقدوا ذويهم يعيشون حالة رعب نفسي ورعب ذهني. كثير من الأطفال تسربوا من المدارس، أصبحوا غير واثقين بمن حولهم، لا بالأسرة ولا بالمجتمع ولا حتى بالمدرسة التي كانت تعد بالنسبة لهم ملاذ من ما حولهم من مشاكل. أصبحت تمثل لهم المدرسة الآن أيضا طارد. تسرب من المدارس توسع بشكل كبير جدا بسبب هذه الظاهرة، والكل يتحدث عن عوامل أخرى أدت إلى هذه العملية. في لا يناقش الكثير هذه الظاهرة التي يجب أن يتعامل معه الكل بجدية حتى لا تفرج لنا أو تنتج لنا جيل معاق ذهنيا يحول اليمن في الفترة السابقة إلى دوامة من المشاكل والصراعات. هذا يا عزيزي. طيب باعتقادك أستاذ نبيل، من هي أكثر الفئات يعني تضرر وربما من الحرب من الناحية النفسية؟ من الناحية النفسية ربما من الأطفال يكونون هم أكثر شريحة، يليهم النساء،
ثم الشيوخ او كبار السن. ايضا اشرنا نستعد ان ايضا الشباب يكون ضمن هذه الفئه، لكن ربما يكون اكثر يعني اقل تاثيرا من الاطفال والنساء والشيوخ. ايضا ياتي هنا المثقفين وليس المثقفين من الدفع المسبق، هنا نتحدث هؤلاء المثقفين الفعليين ربما يكون تاثيرهم اقل. ولذلك نركز على الشريحه الاولى المهمه التي في المرتبه الاولى هي الاطفال، ثم الشريحه الثانيه وهي النساء، ثم الشريحه الثالثه وهم كبار السن، يليهم الشباب هذا، ثم المجتمع ككل. الكل تاثر من الحرب، لا احد ربما اعتقد لانه لم يتاثر من الحرب، سواء كان في داخل الجبهه او خارج الجبهه او معها بالطرف او الطرف الاخر، فانه سيتاثر نفسيا وتبعاتها ليست بالسهله. هذا يخرج بالنسبه لنا لدى كبار السن او ما اعتقد الشباب ما يسمى تاصيل ثار او تقدير الثار. فالكل من ان ينتظر اللحظه الحاسمه او اللحظه المرتقبه للاخذ بثاره جراء ما اصاب ذويه او اقاربه او اصحابه من بلاء من هذه الحرب. يعني اشكرك جزيلا استاذ نبيل على هذه المشاركه، الزميل الصحفي. اتصال اخر الاخ احمد، اهلا بك احمد. اهلا وسهلا، حياك الله. احمد، باعتقادك ما هي ابرز التاثيرات النفسيه للحرب على المواطنين وعلى المجتمع بشكل عام؟ طبعا كما تعلمون الحرب اثرت على حياه البشريه في جوانب عده، سياسيا، علميا، ثقافيا، واهمها اقتصاديا. طبعا انا كطالب كنت مبتعث واتممت دراستي في المملكه العربيه السعوديه، واجهت معاناه شديده جدا كوني اعيش بعيدا عن اهلي واسمع واشاهد بالاعلام عن هذه الحروب. مثلا دخولنا وخروجنا صار صعب جدا، وكذلك وصولنا الى اهالينا. خلافا عن ذلك تجد الطلاب سواء في المدارس او في الجامعات متعثرين في جميع جوانب حياتهم الدراسيه، مثل ما يقولوا فتحوا شهر وقفلوا سنة. بالنسبة للأسعار كما تعلم في ازدياد، وكما تعرف فارق صرف الدولار والسعودي وصل إلى ارتفاع 150% فوق سعر الطبيعي. كيف تعيش الناس التي لا يتعدى دخلها الشهري 100 دولار أو أقل كمان؟ بالنسبة للجوانب الصحية أعرف شخصيا أناس أصيبوا بحالات نفسية شديدة، وأعرف ناس ماتوا من هول أصوات الضرب المستمر عليهم. فمثلا عندك النوم بواسطة مهدئات، ناس كثير صارت على الحال ده، حتى على مستوى الحوامل. يعني نسمع قصص كثير، فلانة سقطت، فلانة كما تسمعون. الضغط النفسي الذي يتعرض له هؤلاء الناس، زور العيادة النفسية وستجدها مكتظة بهؤلاء الناس. فتخيل طفل في السادسة من عمره كان أقصى طموحه لعبة، وصار أقصى طموحه أمن واستقرار. يا عزيزي، أغلبية الشعب اليمني صراحة يعلم كثيرا بهذه الأضرار، لكن السؤال اللي يطرح نفسه أين الحلول؟ من نناشد؟ نريد حلولا عاجلة. طيب برأيك ما الممكن تقديمه للحد من هذه التأثيرات؟ في الوقت الراهن الذي تعيش فيه اليمن لا يوجد لدينا سوى المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية. مثلا يوفر بيئة مناسبة بعيدة عن الحروب وبعيدة عن أصوات الاقتتال وبعيدة عن كل البعد عن هذه المشاكل السياسية، يضعوهم في مكان آمن. أو من ناحية الدواء والغذاء يوفر لهم غذاء ودواء مناسب وبيئة ملائمة لدراسته وللعيش فيها. فقط في الوقت الراهن لا يوجد غير هذا الحل. أشكرك جزيلا أخ أحمد. العفو. شكرا لك. طيب عن ذات الموضوع لدينا بعض المشاركات وصلتنا من خلال الواتساب نستعرضها معكم. للحروب والصراعات كوارث، وللكوارث آثارها النفسية وانعكاساتها الاجتماعية السلبية. وبسبب الحروب والصراعات حدثت مشاكل نفسية لدى المجتمع اليمني الذي يعيش في خضم هذه الأحداث المستمرة. على إثرها حدث تفكك أسري واجتماعي كبير، وكلما زاد أمد الحرب تراكمت تلك المشاكل وتعاظمت، حتى الطفل اليمني لم يسلم من هذه الآثار النفسية المأساوية، وأصبح كثير من الأطفال يعانون من مثلهم مثل الكبار يعانون من الخوف والقلق والتوتر بسبب ما يعيشونه من أوضاع اجتماعية ومعيشية غاية في الصعوبة. وهذا الأمر يحتاج إلى أخصائيين نفسيين
واجتماعيين ليدرسوا هذه الحالة بطريقة منهجية وعلمية معمقة حتى يتسنى معالجة هذه الحالة. الجانب النفسي للإنسان، فالحرب من أكبر الجوانب المؤثرة على الجانب النفسي للإنسان وعلى الجهاز العصبي. كما ترون في اليمن من أصوات القذائف العديد من الناس في مستشفى المجانين، وأغلبية الناس أصابوا بجنون وهوس وانعزال واضطراب في النوم، اضطراب في الحياة، تشوف فيهم العصبية الكثيرة، واللي التذع وتحصلوا مجنون في الشارع، واللي وناهيك عن الأطفال. طبعا الأطفال عندما يعيش في هذا السن على هذه الأصوات المرعبة يصل إلى مرحلة متقدمة من السن في حالة كبيرة من الذعر والخوف وعدم ثقته بنفسه تماما. كانت هذه مشاركات وصلتنا من خلال الواتساب. لدينا اتصال الدكتور صادق. أهلا دكتور صادق. مرحبا فيكم دكتور صادق. لو نتحدث بداية عن أي الفئة العمرية هي اليوم الأكثر تضرر من الناحية النفسية من الحرب؟ أولا أشكر القناة بلقيس على مثل هذه البرامج الهادفة. وبالنسبة للفئات التي تتأثر، ليست فئة معينة يعني يتعرض، ولكن بدرجات مختلفة مثل إيش هذه الآثار. فعلى سبيل المثال الأطفال تكون أشد الفئات التعرض لمثل هذه الآثار. يأتي ربما أيضا الأمهات كبار. والمسألة مرتبطة بعوامل كثيرة متعددة لتجعل التأثير يختلف ما بين، يعني نحن بحاجة إلى التأكيد على نقطتين. أول شيء أنه الآثار تتفاوت من طفل إلى آخر ومن أم إلى أخرى، وهذا طبعا فيه له عوامل كثيرة، سواء كانت الحرب شديدة متكررة، هو قريب من خط التماس، أصداء الأسرة أيضا قد تتعرض مثلا أحد أبنائها للإصابة، هنا بتكون الآثار مختلفة. واحد تعرض لخبرة صادمة مباشرة، واحد لم يتعرض لهذا الجانب كان بعيد إلى حد ما. هذه مثل أيضا ما تتلقاه من دعم يعني. طيب دكتور المتواجد في تعز، دكتور صادق المتواجد في تعز، وتعز ربما من أكثر المحافظات التي تأثرت من هذه الحرب، كيف رصدتم الحالة النفسية للمواطنين داخل تعز؟ ما هي أبرز هذه التأثيرات من الناحية النفسية للحرب؟ الآثار النفسية متعددة بالنسبة سواء كانت مثلا للأطفال، فطبعا يحصل لهم نوع من الانتكاسات في مثلا بكاء متواصل، بالإمكان يعود إلى تبول لا إرادي، يكون قد توقف عن التبول على نفسه، يعني سواء كان في أثناء النهار أو في أحلام أيضا تكون مزعجة. عند هؤلاء الأطفال وعند الكبار يعني، وفي أيضا مخاوف يعني تظل مرافقة للشخص سواء كان كبير أو صغير، مثلا يسموها الكفلة أو الخوف لسماع أي صوت. طيب دكتور نعم دكتور صادق، هل هذه التأثيرات ستستمر مع من تضرروا منها إلى المستقبل؟ نعم أكيد بتستمر. وطبعا في معانا في حاجتين، في ضغوط نفسية الأسر، وهذه الضغوط كان إنه يعني تنتهي على مدى شهور، لكن ما ما بعد الصدمة ترى آثاره بعد 6 أشهر تقريبا، وتستمر إلى يعني بالإمكان إلى المرحلة العمرية الفئة العمرية اللي هو فيها. دكتور صادق نعم. طيب دكتور صادق، هل الأشخاص الذين كانوا في مواقع وأماكن ربما الحرب دائرة فيها، إذا ما أتيحت لهم الفرصة إلى الانتقال إلى أماكن أكثر آمنة، هل يصبحوا معزولين عن تأثيرات الحرب النفسية أم تظل هناك بعض الآثار العالقة والمستمرة معهم؟ من مزحوا وبالذات كبار السن،
كبار السن يريدوا أن يعودوا إلى منازلهم أكثر ربما من أي فئة أخرى، لأنه ارتباط وجداني اجتماعي في حياته على مدار عمره الطويل في مسكنه، فعندما يخرج يعني يتعرض إلى آثار نفسية، ومن ضمنها أحيانا بالإمكان يصبح هذا الشخص عنده قدرة على التركيز، الأطفال أكثر على تركيزهم وتحصيلهم، وأيضا حتى الأمهات هنا حتى الأطفال يتعرضوا لنوع من عدوانيين، وعملية التواصل مع الآخرين يصبحوا في عزلة اجتماعية. يعني نحن نعيش مثلا في مدينة عز نوع من العزلة، وهذه طبعا الآثار مرتبطة أيضا ليست نفسية فقط، وإنما هي نفسية اجتماعية اقتصادية متشابكة. عندما تكون مدينة محاصرة فعدم تلبية احتياجات لكل طفل، لكل صغير وكبير له احتياجات، هذه الاحتياجات إذا لم تلبى هنا أيضا بيتأثر مع اللي هو بناءه النفسي، وأيضا علاقته مع الآخرين، وأيضا في إطار اللي هو سواء كان التواصل مع الأقارب أو غير الأقارب. طيب دكتور، حتى يتخلص الناس من هذه التأثيرات لهذه الحرب من الناحية النفسية، ما المطلوب والممكن ومن الذي بيده فعل شيء؟ يعني على من يتم التعويل؟ على المراكز العلمية المتخصصة بدعم منظمات، لأنه البلد ما تتحمل الآن أي إن تقدم أي دعم، إنما المنظمات الدولية الإنسانية بالإمكان تدعم، بس تدعم في إطار المراكز المتخصصة. إشكاليتنا إنه الذي يعملون في الميدان غير متخصصين معي، مثلاً على سبيل المثال يعني إرشاد، أنا كنت ماسك إدارة هذا المركز، مركز الإرشاد النفسي والبحوث النفسية، هذا المركز يعني لم يشرف أي عمل بالإمكان يقدمه مع إنه في كوادر متخصصة في هذا الإطار. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن في إطار الحلول في بعض مناطق الآن تصل عندها العملية القتالية والحرب، وهنا احنا أمام جانبين، جانب وقائي وجانب علاجي. الجانب الوقائي مثلا أنا بالإمكان أشغل الأطفال بالذات أثناء مثلا العملية القتالية حتى لا يشعر بنوع من المخاوف والرعب، إنه مثلا نشوف برنامج مبلو مثلا برامج أطفال تلفزيونية، إنشغل تواصل بيني أنا وهو، تواصل لفظي وغير لفظي، أبتسم له في هذا على الطفل، لأنه إذا الأم أو الأب شعروا بالخوف انعكس أيضا مخاوفهم على من؟ على الأطفال. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نحن نوجد أيضا من التوجه اللي هو في إطار الاتجاه ما يسمى الاتجاه الإيجابي نحو الحياة، نوجد نوع من التفاؤل، لابد من مساندة اللي يسموها عاطفية اقتصادية، بيكون قبول اجتماعي للآخر للطفل، نشعر أيضا الأم بأنها تمتلك من الإرادة والقوة ما يساعدها على تخطي مثل هذه الجانب أو الآثار اللي هي الحرب، إضافة إلى أنه بالإمكان أيضا الجانب الديني والمؤسسات المفترض الدينية ممثلة بالمساجد والجوامع المفروض أيضا يكون لها دور في هذا الاتجاه، ايضا انشطه يعني بالامكان يكون في انشطه لانه معزولين، يعني تعز يعني جزء من هذه الحديقه الوحيده في اطار المدينه هي بعيده عن الاطفال، متناول الاطفال اليوم في اطار المدينه والثلاث المديريات اللي هو المظفر والقاهره وجزء من صاله. هذا جانب. الجانب الاخر ايضا إنه بالإمكان إحنا ندمجهم في نشاطات، يعني عندما يكون قد في إشكاليات وآثار وبعيدة أو بالإمكان تكون طويلة المدى، إحنا لابد ما نعمل على نوع من التركيز على تفريغ مثل هذه الشحنات الموجودة الانفعالية ونساعده على تفريغها، أيضا نعمل نوع من التطمين. القتال مثلا، أنا عندما شديد القتال فعادة ما أجلس في الغرف، يعني أقل حاجة إنه تجلس في المكان العام في إطار الطائرة إلى حد ما. يعني أشكرك جزيلا دكتور صادق، أستاذ التربية الخاصة المشارك في جامعة عز، شكرا جزيلا لك. آخر اتصال في هذه الحلقة الأخرى، رائد أهلا بك رائد.
مرحبا، شكرا لك اخي سامي. رائد، تفضل. باعتقادك ما ابرز التاثيرات النفسيه للحرب وكيف يمكن تجاوزها؟ تاثير الحرب، اولا اقول الحرب هي من عمل الشيطان، والحروب دائما قذره، وليس هناك شيء جيد في الحرب سواء كان. فالزمن لا يشفي من الصدمات، ويجب مساعده المجتمع والفرد الذي تعرض للحرب. الحرب هي العوده الى شريعه الغاب وثقافه الافتراض، بحيث يصبح لدى المجتمع إنكار كل ما هو إنساني من قيم ومبادئ، والحرب تجعلنا نفقد الشعور بالأمان. حتى لو انتقلنا إلى مناطق أو دول ليس فيها حرب، يبقى الشخص يشعر بالخوف وعدم الأمان. يا أستاذي، الحرب تدمر الإنسان والبيئة، وقد يحصل أحيانا تغيير ديموغرافي للسكان للأرض والسكان، بحيث تتغير الثقافة وتختلط المجتمعات بطريقة عشوائية، وحتى وسائل الإعلام تصبح مصدر للتعبئة والتجييش وليس للثقافة ونشر الحب والسلام. والأسوأ تطبيق مبررات للبربرية. أيضا يا أستاذي، في الحروب تهاجر الأدمغة والكفاءات، فمثلا الأطباء النفسيين في اليمن أصبحوا ندرة وقلة جدا، وكذلك العلاج نجدها في الصيدليات أو في المراكز العلاج مختفية أو بشكل طفيف توجد، وذلك لاستخدامها المقاتلين والمحاربين. في الحرب يا أستاذي يحدث الزواج الاضطراري غير المتكافئ وغير الإنساني، ويفقد الأطفال براءتهم وطفولتهم، وقد تتشتت العائلات. أخي سامي، في 2013 كانت نقاشاتنا حول إشارة المرور وضرورة الإلزام بها، لم يعد لدينا مرور ولا إشارة ولا حتى طرقات سليمة، وكنا واليوم نتمنى الحصول على أسباب البقاء وأساسيات الحياة. الآن أصبح لدينا جيش من الأرامل والأيتام، وجيش من الجرحى والمعاقين حركيين. أسماء الأسلحة وأنواعها ويميزوها أيضا. أصبح الأطفال يلعبوا بألعاب طفولية لكنها تجسد للحرب، يحفظون الزوامل، يحفظون المصطلحات الحربية، يحفظون ثقافة العمق. أصبح لديهم انتماء لهذه الغريزة، حتى أنك تجد الشخص المسالم أو الشخص الذي لا يريد أن تكون في حياته مشاكل يقال عنه أنه جبان أو شخص ضعيف شخصية أو هزيل، يعني بمعنى أن ثقافة الافتراس والتوحش أصبحت هي السائدة لدى المجتمع. أشكرك جزيلا أخ رائد، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المنصة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد البرنامج زميل عمر النهيم، في أمان الله.